بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. هتكلم معاك في الفيديو ده عن الفروقات الجوهرية بين الكود الأمريكي والكود المصري. لو احنا جينا نبدأ كده بسم الله، أول حاجة الكود الأمريكي بيشتغل على إيجاد كسر اسطواني فبيبقى هو الـ FC برايم، في حين إن الكود المصري بيشتغل على إيجاد كسر مكعب اللي هو الـ FCU. تمام. طب العلاقة ما بين الاتنين، بنقول ان الـ FC برايم بيساوي 8/10 او 83% الـ FCU. يعني لو الخرسانة دي كانت 28 يبقى انت الـ FCU ساعتها هتبقى ب35 علشان تدي لك 28. تمام. طيب المودلس اوف الاسيسي او معاير المرونه اللي احنا بنروح ندخله لبرنامج الاتابسي في حاله الكود الامريكي بيبقى القانون بتاعك هو 4700 جذر الاف سي برايم، وفي حاله الكود المصري بتلاقي ان مودلس اوف الاسيسي بيساوي 4400 جذر الاف سي يو. خلاص، يبقى انت الكود الامريكي بيشتغل ايجاد كسر اسطواني فبيبقى معانا الاف سلندر، لكن الكود المصري شغال ايجاد كسر مكعبات فبيبقى الاف كيوب او الاف سي يو. المودلس اوف الاسيستي للخرسانه عندك بيبقى 4700 جذر الاف سي برايم في حاله الكود الامريكي، لكن بيكون في حاله الكود المصري بيبقى 4400 جذر الاف سي يو، وطبعا الوحدات بتكون بالنيوتن على المليمتر سكوير. طيب لو جينا نشوف في حالة الـ ECI المعادلة الالتميت، المعادلة الالتميت في حالة الـ ECI بتبقى 1/2 الديد لود زائد 1/6 اللايف لود، او بيصعد الديد لود بس ب1/4 الديد لود. لكن في حالة الكود المصري، في حالة الكود المصري بتلاقي ان المعادلة الالتميت عندنا الكود القانون بيقول لك 1/4 الديد لود زائد 1/6 اللايف لود، فهتلاقي ان الديد لود هنا زيادة 20% عن الديد لود في حالة الحالة الالتميت بتاعة الكود الامريكي. هنا 1/4 هنا 1/2، مش 20% بس، هو الحالة بتاعت الالتميت بتاعت الديد لود بتبقى ب1/4، لكن في حالة الالتميت في الكود الامريكي الاي سي اي بتبقى ب1/2 الديد لود. لو حابين برضو نتكلم عن الفروقات في حالة الكاميرات، عندنا مثلا عنصر البيم ده، لو حابين ندرس الكلام ده، اول حاجة عشان ما تيجي تصمم الكاميرات بتروح تجيب السيكنس اللي هو التي. التي في حالة الاي سي اي لو كانت الكاميرا عندك بالشكل ده سيمبل او سيمبل مستمرة من جهة واحدة او مستمرة من الجهتين، او كانت الكاميرا كانتليفر، تمام، ده هيبقى في حالة الاي سي اي. نفس الكلام ده هيبقى في حالة الاي سي بي لو كانت الكاميرا اللي عندك دي سيمبل او مستمرة من جهة واحدة او مستمرة من الجهتين او كانتليفر. بتلاقي ان الارقام دي في حالة ان هنا الكاميرا كانت سيمبل بتقسم الطول ده اللي هو الطول ده على 16، يبقى ال على 16، هنا هتلاقي نفسك بتقسم الطول على 12 في الكود المصري. في الكود الامريكي بتقسم على 18.5، هنا بتقسم على 14، هنا بتقسم على 21، هنا هتروح تقسم على 16. في حالة الكابولي هنا هتبقى 5، وفي حالة الكابولي تبقى للكود الامريكي هنا هتبقى 8. دي الارقام اللي انت بتقسم الطول عليها، لو كانت سيمبل في حالة الكود الامريكي بتبقى 16، لو مستمرة من جهة 18.5، لو مستمرة من جهتين 21، ولو مستمرة لو كانتليفر بتبقى 8، ودي الارقام بتاعة الكود المصري. طب لو جينا نشوف في حالة الكود الامريكي في حالة التشيك شير على الكاميرات، في حالة الكود الامريكي اللي تشيك شير الاي سي اي القانون بتاعك كان بيبقى ال VC بتساوي SOTS جذر ال FC برايم. طيب في حالة الكود المصري كنا بنقول انها بتساوي ان ال VC هنا هتساوي 16% جذر ال FCU على جاما الكونكريت، وده فاكتور اوف سيفتي او ريدكشن فاكتور اللي هو ايه للخرسان. طيب انا هنا خدت معامل امان بالشكل اللي انت شايفه ده جاما كونكريت، طب في الترم التاني ده المفروض فين هنا عامل الامان؟ انت اصلا لما بتيجي تقارن ال V ultimate اللي هو الاجهاد اللي عندك بتاع الناتج عن قوة القص، بتروح تقارنه بال V بفاكتور اسمه الفاي في ال VC اللي هو السترينز فاكتور اللي عندك، تمام. الفاي في حالة الشير بتبقى 75%،
الكود الامريكي بيتعامل مع سترينس فاكتور بيرمز له بالرمز فاي، والرمز ده متغير سواء كان العنصر اللي عندك هيشيل مومنت او هيشيل شير او هيشيل تورشنال او اكسيال فورس في حاله العمود كام تايد او سبايرال. فالفاي دي بتكون مختلفه طبقا لكل حاله، لكن احنا دلوقتي شغالين على حاله الشير، فاحنا عندنا الفاي في قيمه الشير بتبقى 75%. فبتلاقي ان انت لما بتيجي تعمل الكومبيرنج ما بين الفي التيميت والفي سي، بتلاقي ان انت ضربت الفي سي فاي او تقسم الفي التيميت على الفاي، فالفاي دي يا تنضرب في الخرسانه يا اما الفي التيميت هي اللي تتقسم على الفاي. طيب يبقى انا هنا هتلاقي نفسك الفاكتور اوف سيفتي ما دخلش في الحسبه دي، بس في الكومبيرنج هتلاقيه داخل معاك، يا بيقول لك الفي التيميت على الفاي ويقارنها بالفي سي، بتبقى الفاي في الفي سي ويقارنها بالفي التيميت. طب خد بالك ان انت برضو لو جيت حسبت الترم ده، يعني لو قلت 16 على الجاما كونكريت ديت هي لها معادله المفروض بتتحسب، بس هي ما تقلش عن 1.5. الجاما كونكريت دي لو انت خدتها ب1.5 الفاكتور اوف سيفتي ده، فقلت 16% على ال1.5 هتلاقي الرقم ده تقريبا لو جينا نشوف 16% على الجذر 1.5 هتلاقي طالع معاك من هنا بحوالي 13%. تمام، هتلاقي ان الرقم ده طالع 13%، تلاقي الرقم ده هنا طالع 13% جذر الاف سي يو. خد بالك بقى، تعال عوض بقى هنا في القانون ده، احنا قلنا ان الفاي زي الفاي في حاله الشير ب 75% يعني، وبضربها في الكلام ده فتبقى 75% على 6. لو جينا نشوفها 75% على 6 تطلع معاك اهيت ب125,000. فهتلاقي ان برضو لو جيت تعوض بالقانون ده هتلاقيها 125,000 جذر الاف سي باي. فهتلاقي ان الرقم ده مقارنة بالرقم ده برضو الارقام قريبة جدا برضو من بعض، مفيش اختلاف كبير قوي ما بينهم. الاختلاف ممكن يكون عندك في الكونسبت نفسه هنا، ان احنا في الكود الامريكي لما بنيجي نعمل تشيك شير على الاعصاب بيسمح ان انت تعمل تشيك شير على الكنات، وفي نفس الوقت بيقول لك زود اجهاد الفي سي او حسبه الفي سي دي زودها بنسبه 10%. فبتروح تحسب حسبه الفي سي اللي احنا لسه حاسبينها من القانون ده، وبتروح تضربها في 1.1 علشان تزودها ب 10%. نتيجه هو بيعتمد ان الاعصاب بتبقى قريبه من بعض، فبيحصل حاجه اسمها انتراكشن ما بينهم، فبيقول لك زود مقاومه الخرسانه لاجهاد القصر بنسبه 10%، فبتضربها في 1.1. وبيسمح برضو ان انت تعمل تشيك على الهوريزونتال بيم، وتستخدم عدد فروع الكائنات اللي عندك في حاله ان الكود المصري قال لك في حاله البلاطات اللي هي المعصبه الاعصاب دي او الكمرات المدفونه بتكتفي بس ان الخرسانه هي اللي تتحمل معاك قوى القص اللي عندك او اجهادات القص اللي عندك، وما بتستخدمش الكائنات في الاعتبار، ما بتاخدهاش معاك في مقاومه الشير حتى لو انت مستخدم اللي هي حتى او كل دي اصلا في كائنات، يعني انت كده كده القطاع فيه كائنات، بس هو ما بيبصش للكلام ده وبيعتمد على ان الخرسانه بس هي اللي تتحمل معاك قوى او اجهاد القص. حاجة كمان ان الكود الامريكي لما بيجي ياخد الكريتيكال سيكشن في حالة الشير، يعني لو كانت مثلا بالشكل ده عمود او كاميرا او قاعدة وحابب تاخد الكريتيكال سيكشن في حالة الكود الامريكي بتاخدها من وش السبورت بالشكل ده، بتبقى المسافة دي، لكن عندك الكلام ده في الكود المصري بتلاقي المسافة من وش السبورت المسافة دي بتكون هي دي على 2، هنا دي بتكون دي، هنا دي بتكون دي على 2 في حالة الكود المصري، في حالة الكود الامريكي بتكون دي. طيب لو حابين نتكلم بقى عن الاريا ستيل مينيمم، مثلا انت صممت الكاميرا، وطبعا انا مش بتكلم عن تفاصيل تصميم او ازاي تصمم كاميرا بالكود الامريكي، الكلام ده طبعا كله احنا شارحين القوانين في كل حاجة سواء كانت اعمدة او بلاطات او قواعد او كاميرات بانواعها سنجل رينفورسد او دبل رينفورسد، كل الكلام ده مشروح بالتفصيل في الكورس، بس احنا بنتكلم في عجالة سريعا كده الفروقات اللي هي الجوهرية تقدر تبقى انت برضو واخد بالك منها بس بين الكودين مش اكتر. فلو جينا نشوف ان الكود الامريكي بيقول لك ان الحديد المينيمم عندك الاريا ستيل مينيمم في حالة الكود الامريكي بتلاقيها بيقول لك ان القانون بتاعها 25% جذر الاف سي برايم مقسومة على الاف ييلد، والكلام ده يكون اكبر من او يساوي 1.4 على الاف ييلد. يعني انت بتروح تحسب الحسبة دي 25% جذر الاف سي برايم على الاف ييلد، ده كده الاريا ستيل مينيمم او النسبة اللي انت بتاخدها، تمام، بس النسبة دي ما تكونش اقل من 1.4 على الاف ييلد. مجرد ما بتطلع الرو مينيمم اللي عندك ده بتروح تاخد الرو مينيمم دي
وتروح تضربها في البي في الدي بتاع القطاع، يبقى انت كده جبت الاريا ستيل مينيمم بتاع القطاع اللي عندك بدلاله الاف سي برايم والاف ييلد، وفي نفس الوقت اتحقق معاك الشرط انها تكون اكبر من او يساوي 1.4 على الاف ييلد. لكن في حاله الكود المصري، في حاله الكود المصري وانا عايز احسب الاريا ستيل مينيمم، بتبقى زي حسبه شجره كده، فبتروح تقول ان الاريا ستيل مينيمم بتبقى اكبر من حاجتين، دي 15% على 100 في البي في الدي، او الاقل من حاجتين هنا بالشكل ده، ده النيو مينيمم في البي في الدي، اي اما 1.3 الاريا ستيل ريكواير اللي هي طالع معاك من الحسابات. طب النيو مينيمم دي ايه؟ النيو مينيمم دي لو جينا خدناها كده بلون مختلف، النيو مينيمم دي بتبقى اكبر من حاجتين، يا اما 225 اللي هو 225 من 1000 جذر الاف سي يو، يا اما 1.1 على الاف يلد. بتاخد الرقم ده كبير منهم وتروح تعوض هنا في البي في الدي، وتشوف الواحد وتلاتة من الاريا ستيل ريكواير اللي عندك، بتاخد الرقم الاقل من دول، يا ده يا ده الاقل منهم، بتطلعه هنا تمام، وتروح تحسب الحسبه دي وبتطلعها هنا وبتاخد الرقم الكبير ما بينهم، يبقى هو ده كده الاريا ستيل مينيمم للكاميرات اللي عندك في حاله استخدامك للكود المصري، ودي في حاله استخدامك للكود الامريكي. حابب برضه اكمل معاك ان لما بنيجي نشتغل على القطاعات وبنبدا نعمل تخفيض الانيرشيا، انا برضه يعني حسب المعلومات اللي عندنا ان الكود المصري سايبها عايمه، بس في ناس لما سالوا الدكاتره من الوضع الكود قال لك ان التخفيض معامل الانيرشيا ده بيبقى في حاله انك بتصمم عناصر فيرتيكال، يعني نتيجه الفيرتيكال لود او لاترال لود، يعني لو فيلا دورين ممكن مسموح لك انك تخفض كمان الانيرشيا بتاعت القطاعات، لكن في الامريكا هي صريحه انها لللاترال لود تمام. لكن احنا ما علينا مش موضوعنا دلوقتي، لكن احنا لو جينا بنقول ان الاي افكتيف في حاله الكود الامريكي، لو انا عندي بيمات بتبقى 35% الاي جروس، ده في حاله البيم تمام. لكن هتيجي تلاقي الكلام ده في الكود المصري بيقول لك ان الاي افكتيف اللي عندك بتساوي نص الاي جروس، مش 35%، فدي برضو بتبقى نقطه اختلاف ما بين الكودين، ده طبعا برضو في حاله البيم. يبقى احنا فاهمين ان الاي سي في دي بترمز للايجيبشن كود، والاي سي اي هي برضو بترمز للكود الامريكي. لو جينا بقى دخلنا في بند البلاطات، الاي سي اي، وده هنا هيبقى الكود المصري خلاص. نفس الكلام لو جينا نشوف سماكة العناصر في حالة مثلا عنصر زي الون واي سوليد مثلا سلاب، نفس الكلام لو كانت البلاطة اللي عندك دي سيمبل، لو البلاطة اللي عندك دي مستمرة من جهة، لو البلاطة اللي عندك دي مستمرة من جهتين، لو البلاطة اللي عندك ده كانتليفر، ده هيبقى برضو نفس الكلام. لو البلاطة اللي عندك دي سيمبل، لو البلاطة اللي عندك مستمرة من جهة، لو البلاطة اللي عندك مستمرة من الجهتين، لو البلاطة اللي عندك كانتليفر، هتلاقي ان الارقام دي في حالة الكود الامريكي بيقولك ان لو الوناي سوليد سلاب دي بتقسم على 20، وهنا هتلاقي نفسك بتقسم على 25، هنا هتقسم على 24، هنا هتقسم على 28، هنا هتقسم على 28، هنا هتلاقي نفسك بتقسم على 31. لكن في حالة الكوابير الارقام بتبقى زي بعض، هنا 10 وهنا 10. دي الارقام ازاي تحسب سماكة العناصر، ده كده السيكنس اللي عندك ازاي تحسبه في حالة كان الكود عندك امريكي او الكود مصري. لو البلاطة اللي عندك سيمبل، بتاخد طول البلاطة اللي عندك اللي هو الاتجاه الفعال اللي هو الون واي بتاعك، وتقسمه على 20 في حالة الاي سي اي، ولو انت هتشتغل كود مصري فبتروح تقسم على 25. الشاهد من الكلام ده هتلاقي ان الارقام اللي بتطلع من الكود المصري في حالة سماكة العناصر الون واي سوليد سلاب بتبقى اقل من الارقام اللي بتطلع في حالة الاي سي اي، لان الرقم اللي في المقام هنا اكبر من الرقم اللي في المقام هنا خلاص. فهتلاقي ان الموضوع الارقام اللي بتطلع هنا في الاخر اكبر من الارقام اللي بتطلع من الكود المصري. فمختصرا ان الاي سي اي هيطلع معاك سماكه اكبر من اللي الكود المصري هيبدا يطلعها معاك. طيب لو جينا نشوف الهولو بلوك، الون واي هولو بلوك، هتلاقي برضو نفس الكلام في حاله الاي سي اي وفي حاله الكود المصري.
برضو نفس الكلام، لو كانت الشريحة اللي عندك دي شريحة سيمبل او شريحة مستمرة من جهة او شريحة مستمرة من الجهتين او شريحة كانتليفر، نفس الكلام اهوت سيمبل او سيمبل مستمرة من الجهتين او كانتليفر. هتلاقي ان الارقام اللي انت بتبدأ تعوض بيها هنا في حالة ان القمرة دي كانت سيمبل بتقسم هنا على 16، هنا هتلاقي نفسك بتقسم على 20، هنا هتلاقي نفسك لو مستمرة من الجهة 18.5، هنا بتقسم على 23، هنا هتقسم على 21 في حالة المستمرة من الجهتين، هنا هتروح تقسم على 24 في حالة الكوابيل، هتلاقي ان الرقم ثابت هنا 8 وهنا 8. ده في حالة برضو سمكات البلاطة، ازاي تبدأ تحسب السكنس اللي عندك للبلاطة. ده السكنس الكلي على فكرة، اللي هو بيشمل ارتفاع البلوك، ارتفاع البلوك زائد سمك البلاطة السوليد اللي فوق الاعصاب اللي فوق البلوكات. طيب هتلاقي برضو الشاهد من الكلام ده ان هنا في الكود الامريكي هتلاقي بيقسم على 16 لو البلاطة سيمبل، هنا هتلاقي بيقسم على 20 في الكود المصري. فهتلاقي برضو ان السمكات اللي بتطلع من الكود الامريكي بتكون اكبر من السمكات اللي بتطلع في الكود المصري طبقا للارقام اللي انت شايفها قدامك بالشكل ده. الكود المصري بقى في حالة التو واي بيبقى فيه قانون طويل كده بتقدر تحسب منه، وبرضو مديك هو الكود بتاع ده جدول كده تاني بيقول لك ان ده المينيمم سيكنس بتاع القطاعات في حالة البلاطات التو واي، في حالة البلاطات التو واي طبقا للكود المصري بيقول لك ان ده كده المينيمم سيكنس، ده التي مينيمم المفروض يعني ما تقلش عن الارقام دي. لو كانت البلاطة اللي لو كانت الشريحة اللي عندك سيمبل او مستمرة من جهة او مستمرة من جهتين، طبعا ما فيش كانتليفر لان البلاطات هنا تو واي مش وان واي، فكانت الارقام اللي عندك كانت بتبقى دي كنت بتقسم على 35 وكنت هنا بتقسم على 40 وكنت بتروح تقسم هنا على 45، ودي كده هي بالنسبة لك التي مينيمم البلاطات التو واي سواء كانت تو واي سوليد سلاب او تو واي هولو بلوك. هنكمل برضو مع الكود المصري. طب في حالة الفلات سلاب، في حالة الفلات سلاب بتلاقي الكود مقسمها لك لبلاطات ويز دروب وزاود دروب بانل ويز دروب بانل. في حالة البلاطات اللي وزاود دروب بانل بيقسمها لك لباكيات اكسترنال بانل وانترنال بانل. قال لك ان هي لو كانت اكسترنال بانل وزاود دروب بانل هتلاقيها ال على 32، ولو كانت وزاود دروب بانل وانترنال بانل تبقى ال على 36، لكن لو كانت البلاطه اللي عندك فيها دروب بانل والباكيه اللي عندك هي اكسترنال تبقى ال على 36، ولو كانت انترنال تبقى ال على 40. ده برضو طبقا للكود المصري. خلاص في حاله بقى الكود الامريكي، تمام، في حاله الاي سي اي هو بيبدا يتعامل مع البلاطات التو واي بالجدول اللي انت شايفه قدامك ده، بيبدأ يقسم لك الجدول ده ببساطة خالص لبلاطات وزود دروب بانل وبلاطات وز دروب بانل، تمام. طبعا هنا على اليسار خالص ده الاف يلد اللي عندك، احنا طبعا هنشتغل على اللي هي في المنتصف دي اللي هي الاف يلد بتاعنا 420. هتلاقي بعد كده مقسم لك الوز دروب الوزاود دروب بانل دي لباكيات اكستيريور وباكيات انتيريور، والاكستيريور دي هيقسمها لك لباكيات وزاود دروب وزاود اتش بين وباكيات ويز اتش بين. هيبقى بعد كده تبدا تشتغل على الصف اللي احنا بنعلم عليه ده، ده اللي هو المتدرج في السوق اللي هو الاف يلد 420، وتبدا بقى تختار من هنا السمكه بتاعتك. يعني لو كانت مثلا باكيه سوليد سلاب فسوليد سلاب تو واي فما فيش اصلا دروب بانل وبتبقى اوريدي اصلا متحوطه بكاميرات بتبقى ويز اتش بين، فهتلاقي انها طالعه معاك ال ال على 32. ده لو كانت باكي اكستيريور، ولو كانت باكي انتيريور هتلاقيها هي برضو ال ال ان على 33 وهنا برضو ال ان على 33. فانت لو عندك سوليد سلاب تو واي ما تحيرش نفسك في الجدول، هتروح على طول انها لو انت عندك براطة تو واي عايز تحسب المينيمم سيكنس بتاعها هتلاقيها ال على 33. طبعا ال ال هنا هو هتلاقي كاتب لك اهوت ان ال ال ان ده هو اللينس كليرز بان في اللونج دايركشن، يعني ال ال هنا هو الاسبان الكبير. يعني لو الباكيه 3 في 4، لو الباكيه 3 في 4 هتروح تاخد ال 4 وتقسمها على ال 33، يبقى انت كده جبت المينيمم سيكنس بتاع البلاطه دي اللي هي ما ينفعش تقل عنه، وممكن تبدا تشتغل بيه وتتشيك ديفليكشن وتظبط حالك بعد كده. طبعا بقى الكلام لو في اللاتس لاب هيبقى عندك بقى الباكيات متقسمه وزاود دروب او ويز دروب حسب بقى الباكيه اللي انت بتشتغل بيها، والباكيه دي اكسترنال ولا انترنال، ولو في اتش بي ام ولا مفيش، وتبدا برضو تشوف سمكه العناصر اللي عندك. ده في حاله الاي سي اي، تمام. لو جينا برضو نتكلم عن الاريا ستيل مينيمم في حاله الاي سي اي للبلاطات،
بتبقى 18% على 100 مضروبة في البي في الدي، وفي حالة الكود المصري بتبقى 15% على 100 في البي في الدي، والكلام ده بيكون لإجهاد حديد اللي هو 350 أو 400 أو 420. لكن في حالة إن أنت هتستخدم حديد مثلا اللي بيسموه سلسنة أو الإف يلد بتاعه ب240 اللي هو تقريبا بيبقى قطره 8 في مصر، بتاخد ساعتها هي 25% على 100 في البي في الدي. دي كده حسبة الاريا ستيل مينيمم طبقا للكود المصري وطبقا للكود الامريكي. فلو حد سألك نسبة التسليح المينيمم في القطاع طبقا للكود الامريكي بتبقى 18 من 10 آلاف، دي النسبة اللي انت بتشتغل بيها في الكود الامريكي. طيب احنا لو فاكرين بقى، لو حابين بس نتكلم عن لو انت عندك بلاطة تو واي، البلاطات التو واي، بتلاقي ان انت عندك ده شكل ده شكل البلاطة، بتلاقي ان الحمل بيروح في الاتجاه ده وحمل بيروح في الاتجاه ده، وان احنا بناخد معاملات توزيع بتبقى هي الالفا والبيتا. ده في الكود المصري كنت بتروح تجيب الالفا والبيتا دي عن طريق انك في فاكتور كده اسمه الار، الار ده بيبقى هو ال لونج على ال شورت، وبيطلع لك من هنا رقم، وطبيعي جدا ان الرقم ده يبقى واحد او اكبر من الواحد. فكنت بتلاقي ان الجدول عندك مترقم بالشكل ده، بتلاقي هنا ده الار وهنا ده الالفا وهنا ده البيتا، وبيبدأ من واحد وبينتهي عند اتنين، تمام؟ وتبدأ بقى ايه ارقام عندك هنا، فالار هنا بتبدأ من واحد وبتنتهي عند اتنين، ده في حالة الكود المصري، لان هو بياخد الطول الطويل على الطول القصير، وتروح تحسب معاملات الفا وبيتا وتضربها في الحمل اللي عندك، وتجيب ساعتها الحمل اللي في اتجاه ده والحمل اللي في الاتجاه التاني. ده في حالة الكود المصري. لكن في حالة الكود الامريكي، يعني انت هتستخدم الاي سي اي، بيبدأ هو يديك شرطات كده او جداول بتبدأ تشتغل بيها، هوريها لك دلوقتي بس هتكلمك عنها شوية الاول. الجداول دي متقسمة لأحمال بوزيتيف واحمال نيجاتيف، تمام؟ في حالة الاحمال البوزيتيف بيقسم لك الحمل اللي عندك ده لديد لود ولايف لود، لكن في حالة الاحمال النيجاتيف تمام بيقوم راح جاي هو جمع لك الديد لود زائد اللايف لود في شرط واحد، خلاص. وبرضو بيقعد بعد كده يقسم لك البلاطات اللي عندك، يعمل لك مثلا شكل بالشكل ده، يبقى البلاطة دي اصلا سمبل، يقوم راح جاي عامل لك مثلا علامة الفيكسد بالشكل ده كده، يبقى البلاطة دي مستمرة من الجهة دي ومستمرة كمان من الجهة دي. وبتبدأ بعد كده بقى تشوف حسب البلاطة اللي عندك، بتطلع منها فاكتور اسمه السي اي والسي بي. السي اي ده بتاخده مع الطول القصير، والسي بي ده بتاخده مع الطول الطويل. طبعا الحاجات دي انت بتخش تجيبها عن طريق برضو هي نفس الكلام زي شرط كده بدلالة الار، الار دي بتبقى هي الطول القصير على الطول الطويل، وبتلاقيها في الكود هي ال ايه على ال بي. فطبيعي انك هتلاقي ان الار دي بادئه بالواحد وبتنتهي عند النص، عكس الار في الكود المصري كانت كبيره على القصير، فكانت بتبدا من واحد وتنتهي عند اتنين، لكن هنا بتبتدي بواحد وتنتهي عند النص، لان هو واخد الطول القصير فوق والطول الكبير هو اللي في المقام، فطبيعي ان الرقم يطلع واحد او اقل من الواحد. لو جينا نشوف الشرطات دي مع بعض، ده شرط هو ده نتيجة اللايف لود في حالة البوزيتيف مومنت، تمام؟ نتيجة البوزيتيف مومنت اللي عندك بيبدأ زي ما بقول لك كده، في هنا الريشيو اهيت اللي هي الام ال ايه على ال بي اللي هو الطول القصير على الطول الطويل، حسب النسبة اللي عندك بتبتدي بواحد وبتنتهي بنص، بتلاقي في فاكتور السي ايه والسي بي، قلنا ان السي ايه السي ايه ده مع الطول القصير والسي بي مع الطول الطويل. بعد كده بتلاقي الكيسات اللي عندك واحد واتنين من واحد لحد تسعة، الكيسات دي أول واحدة دي مش هتلاقي فيها علامة الفيكس، في البلاطة دي كده سيمبل، البلاطة الكيس التانية دي لما تلاقيه عامل لك علامة بالشكل ده كده بالشكل اللي هو عامله لك ده، دي كده بلاطة مستمرة من الأربع اتجاهات، البلاطة كيس تلاتة دي مستمرة من اليمين ومن اليسار، البلاطة كيس أربعة مستمرة من الجنوب ومستمرة من الغرب، البلاطة كيس خمسة مستمرة من تحت ومستمرة من فوق، البلاطة كيس ستة مستمرة من فوق بس، كيس سبعة مستمرة من اليمين بس، كيس تمانية مستمرة من الحرف اللي هو اليو اللي تحت ده ما عدا الجزء الشمالي، كيس تسعة هتلاقيها مستمرة معاك بالشكل ده كده ما عدا الجزء الشرقي. يبقى انت بتشوف الباكية اللي عندك حسب الاستمرارية بتاعها تبقى لأي كيس فيهم، وتبدأ بعد كده نتيجة الريشيو اللي عندك الطول القصير على الطول الطويل، تبدأ تخش من هنا تجيب السي ايه والسي بي، وتبدأ تعوض في القانون اللي عندك اللي هو اللي هنا ده، هتلاقي هنا القانون هو بيساوي السي ايه في ال W اللي هو الحمل اللي عندك مضروب في الطول تربيع. ده كده
اللي هو ال n في اتجاه الايه، والتاني برضو نفس الكلام ده في الطول القصير، وعشان تجيب برضو الطول الطويل بتبقى ال c b في ال w في ال l b سكوير. ده في حالة ان انت بتجيب نتيجة ال live load. تمام، ده البوستيف مومنت اللي في البلاطة لو عاملين نشوفها. في حالة الديد لود نفس الكلام برضو، ده الجدول اللي بتطلع منه البوستيف مومنت على البلاطة نتيجة الديد لود، بتروح تشوف برضو الام ابلايت في الاتجاه القصير وفي الاتجاه الطويل نفس الكلام برضو. هنا عندك ده الريشيو الطول القصير على الطول الطويل، عندك 9 كيس برضو باستمراريتهم المختلفة، تطلع من هنا الفاكتور بتاع السي اي والسي بي وتبدأ تشتغل على المعادلة اللي هو مديها لك فوق دي. يبقى انت كده جبت المومنت برضو الابلايت اللي عندك في حالة الديد لود. طب ده كده نتيجة اللايف لود وده نتيجة الديد لود في حالة البوزيتيف، يعني انا بجيب عزم موجب. طب لو حابين بقى نشوف العزم السالب، لو جيت تبص على النيجاتيف مومنت هنا، النيجاتيف مومنت هنا بيقول لك اصلا ان الدبليو اللي عندك دي بتبقى توتال يونيفورم ديد لود بلس لايف لود، لكن لو جيت تشوف هنا هتلاقي توتال يونيفورم ديد لود بس وهنا توتال لايف لود بس. ده الكلام ده في حالة البوزيتيف، لكن في حالة النيجاتيف زي ما انت شايف كده بتبقى توتال يونيفورم ديد لود بلس لايف لود. هتلاقي نفس الكلام هنا، طبعا الريشيو اللي عندك الكيسات اللي عندك التسع حالات، وتبدا بعد كده تشوف الاستمراريه. طبعا انت عشان يتكون نيجاتيف مومنت عندك، يعني عشان يتكون نيجاتيف مومنت عندك لازم يكون في استمراريه، بالتالي تلاقي العزم طالع مثلا نيجاتيف نتيجه الاستمراريه اللي هو العزم اللي فوق ده. العزم ده مش هينتج غير لما يكون في استمراريه، فلما تلاقي كيس واحد اصلا هي اصلا بلاطه سيمبل مفيش، يعني هي بلاطه سيمبل بالشكل ده العزوم عليها موجبه فقط مفيش عزوم سالبه، فهتلاقي ان الخانه دي متصفره ما فيهاش ارقام. نفس الكلام اي كيس هنا مفيش لها استمراريه هتلاقي انها متصفره، يعني مثلا ده بالشكل ده كده ان الطول القصير مثلا هنا ما كانش مستمر فوق ولا تحت بالشكل ده، فتلاقي ان المسافه دي فاضيه والمسافه دي فاضيه، وبيديك بس اللي هو اللي الطول الطويل، لان الطول الطويل هنا هو اللي مستمر بالشكل اللي انت شايفه ده. ده الشرط اللي بتبدا تشتغل بيه عشان تبدا تجيب العزوم على طول على البلاطه، سواء كنت عايز تجيب العزم السالب او العزم الموجب نتيجه الديد واللايف لود. لكن انت في الكود المصري كنت بتشتغل بمعاملات اللي هي الار دي، تجيب منها الالفا والبيتا وتروح تضرب الدبليو اللي عندك دي في الفا والدبليو في بيتا، وبعد كده تروح تجيب العزوم اللي عندك حسب بقى الشريحه اللي عندك مستمره ولا سيمبل، برضو بقوانين الاستراكشر ده بيقول سكور على 8 او اكتر من شريحه تشوف بتحلها 3 مومنت ايكويشن او ايا كان. لكن هنا الكود الامريكي بيديك شرطات زي ما انت شايف كده، شرطات على طول هي بتديك اصلا ايه المومنت الام ابلايت سواء كان نتيجه البوزيتيف او النيجاتيف لحاله الديد واللايف لود. اخر حاجه بس معانا ان انت لما فاكرين في البلاطات، البلاطات الهولو بلوك، معلش بس على الرسمه، كنا بنقول ان السماكه دي كلها هي السماكه تي، وكانت ده بالنسبه لي هو عرض العصب اللي هو البي نوت. في الكود الامريكي في حاله الاي سي اي وفي حاله الكود المصري العلاقة ما بينهم، لو انت عندك قالك ان التي ما تبقاش ازيد من التلاتة ونص البي نوت، لكن في حالة الكود المصري قالك التلاتة دي التي دي ما تزيدش عن تلاتة البي نوت. يعني لو انا هشتغل بلاطة سمك 33 البي نوت في حالة طبقا للكود الامريكي تمشي معاك بعشرة، لان عشرة في تلاتة ونص هتديك 35، فهي اوريدي ما زادتش عن 35. لكن في حالة الكود المصري لو انت شغال بيه 33 وانت شغال اصلا البي نوت بعشرة، فهتلاقي ان التلاتة في عشرة بتلاتين ودي 33 فزادت عنها، فبالتالي هتحتاج تكبر عرض العصب تخليه 12 سنتي او 15 سنتي، بحيث 3 في 12 تديك 36، فتبقى ال 33 ما زادتش عن ال 36، يبقى انت في الحدود اللي الكود سمحها لك. فده برضو باختصار الاي سي اي او الاي سي بي في حالة العلاقة ما بين التي وما بين البي نوت في حالة البلاطات الهولو بلوك. ده كده باختصار شديد بعض الحاجات الجوهرية اللي انت ممكن تبقى محتاج تعرفها، او ميكانيزم الاحمال في الكود الامريكي او الكود المصري، وبرضو اللي هو التسليح منهم للبلاطات او للكاميرات ايا كان. دي بعض الفروق. طبعا التشيك ديفليكشن بين الكودين مفيش فرق كبير ما بينهم، التشيك بانشنج نفس الترمات بتاعه الفي سي هي بتلاقيها برضو موجوده في الكود المصري، وده قلناها برضو في الكورس ما كانش في اختلاف كبير. بس ده كده اللي تقدر يعني تبدا، ده اللي انا ممكن اكون قدرت اوفره لك يعني حتى الان. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.